ده في هذا المشوار، مشوار الحفاظ على اللقب الغالي بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. بمناسبه المصابين، خلينا اقول لحضراتكم معلومه سريعا كده بخصوص كريم نيدفيد، لان ناس كتير جدا بتسال في الجزئيه دي، وانا كنت تواصلت يعني مع اللاعب، اطمنت عليه بشكل كبير، ماشي في البرنامج التاهيلي الخاص بيه بشكل مميز، ما فيش اي الام بعد اخر جراحه هو اجراها من فتره كبيره، في متابعه دوريه مع الدكتور او الطبيب الالماني اللي اجرى ليه الجراحه. المدة الخاصة أو المحددة بعودة كريم نيدفيد مش معروفة حتى الآن، لكن أنا هقول لحضراتكم الرينج ممكن يبقى يعني إمتى، بعد قد إيه؟ هيكون بعد تقريبا شهرين، دي كنسبة، نسبة مئوية، الموضوع مش أكيد أو مش نهائي إن بعد شهرين ممكن يكون متواجد كريم نيدفيد، لكن المعطيات بتقول كده. اللاعب ماشي في برنامجه العلاجي بشكل ممتاز، وإن شاء الله بإذن الله يرجع ينضم كريم نيدفيد للاهلي بشكل جيد، لان هو لعيب ممتاز جدا في الحقيقه، هيكون اضافه بكل تاكيد لخط الوسط. طيب عندنا اخبار